من الأسئلة الواردة ما هو حال جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ هي جماعة أسس رجل هندي يسمى محمد إلياس الكندهلوي في مدينة دلهي، وكان تأسيس هذه الجماعة بناء على رؤية منامية. في هذه الرؤية المنامية رأى ذلك الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤسس هذه الجماعة وأن يسيحوا في الأرض. وبعد ذلك اتخذ هذا الرجل من الآيات الواردة في جهاد الصحابة والأمر بخروجهم في سبيل الله للجهاد، اتخذ منا منهج له لإخراج جماعة التبليغ من بلدانهم ومن مناطقهم إلى السياحة في الأرض، وبيعتقدوا إنه المشي في الأرض ده مما يزيد الإيمان ويزيد التقوى. وعندهم أصول ستة دي تواسقوا عليها، الأصول الستة هي الأصول بتاعة جماعة التبليغ، منها إكرام المسلم، منها الصلاة ذات الخشوع، منها السكوت عن أعراض الأمة، يعني عشان ما تتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا، ومنها الأذكار. والمهم ستة أصول نجرها من راسه. الجماعة دي بالشكل هذا بين رمتها هي جماعة مبتدعة، العلماء قالوا عنها هي صوفية عصرية، لأن الأذكار بتاعتهم هي أذكار صوفية، والمعتقدات اللي بيعتقدوها هي معتقدات صوفية، لأنها تدور على أربعة من الطرق الصوفية، منها النقشبندية، ومنها الدشتية، ومنها لعل البرهانية وغيرها. أربعة طرق بتقوم عليها جماعة التبليغ، لكن هم بيخدعوا كثير من الناس لأنه عندهم شيء من التزيي بالسنة العامة. لما تشوفوا انت عندهم العمة ابو عزبة من السنة ولابسين قصير وعندهم لحى، انت بتتخدع بتقول ده الناس ناس الدين ذاتهم، وبجوك في الجامع وبقول لك طبق السنن صلاة بالليل وطبق مجموعة من السنن وشارين مسواك، انت بتتغشى. بقول لك امرق معانا، وين يا ناس دنقولة امروابة مارقين ماشيين بكرعينهم وعاملين فيها زهاد. ولذلك العلماء قالوا هؤلاء يسعون فيتوبون الناس من المعاصي ويدخلوهم في البدع، بيمشوا بلفوا بالجوامع وبالبيوت، بلقوا ناس عصاة، ممكن يلقوا واحد بتاع بنقويا، يلقوا واحد تاني سكران حيران، يقول لا تخلي السكر وتخش معانا، يخلي السكر ويدخل معاهم فيتوب من المعصية. وده جزء كويس كون يتوب من المعصية، لكن بيدخل في البدعة، بيدخل في البدعة. وكان وقته الأول وقته على المعصية أكان بيشعر بالذنب، ما من عاصي إلا ويشعر بالذنب والتقصير مع ربه، ودي ذاتها جزئية خير في صاحب المعصية. لكن لما ينتقل إلى البدعة بعد ذلك بيعتقد إنه على الخير، ما بيتوب. لو جيت لواحد سكران قلت له تتوب يا أخي، اتق الله وتوب من السكر، بقول لك يا مولاي الله يهدينا، ادعو لنا الله معك الله يهدينا، لأنه عارف نفسه غلطان. تعال لو واحد تاني ماسك سبحته شغال الليل كله، يا دايم يا دايم، قول له توب، بيقوم عليك بالسبحة دي بطقعك بها في راسك. ليه؟ لأنه بيعتبر إنه هو على الحق. ولذلك دل بيخرج الناس من المعصية إلى البدعة، والبدعة أشر من المعصية. وعلى أي حال دي جماعة مبتدعة وأذكار مبتدعة، ما يجوز لك الخروج معهم. وبعدين من ناحية ثانية يا أخوانا، أنت بتخرج بتخلي أولادك، أولادك دي المسؤولية في رقبتك، أنت زي ما مسؤول عن دينهم وأخلاقهم أنت مسؤول عن رعايتهم من النواحي المالية. أولادك يأكلوا من الحلال، ما يتسولوا، ما يأكلوا من الحرام، ما يحتاجوا للناس، أنت تخدم وتشتغل وتأكل أولادك، ده واجب عليك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسترعيه الله رعية ثم يموت، يوم يموت
وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. غش أكثر من إنك تضيع عقائدهم، وغش أكثر من إنك أنت تفوت تخلى أولادك يأكلوا من وين ويشربوا من وين أنت ما عارفهم، ده من أعظم الغش. ولذلك ده جانب برضو من جوانب الضلال عند جماعة التبليغ. جانب آخر بيطلعوك أنت معاهم، مش طلعوك من الجامع ده ولا لقوك في السوق، بتمشي أقرب جامع بجاي بقول له قوم أتكلم، قوم أتكلم في الدين، وأنت ما عندك معلومة تتكلم تقول شنو، تقعد تتلفت جاي وتتلفت جاي. مرة واحد بيحكي لي قال لي في واحد قال له قوم أتكلم، عاين كده لقى الناس كلهم بيعرفي أوه قاعد يبكي، ما عنده معلومة يقولها، ودي ما وظيفته. أنت بتتكلم من غير علم، فأنت خارج في سبيل الله، إما عالم تعلم الناس، أنت مش مركته في سبيل الله كويس. الخروج في سبيل الله ده ممكن يكون جهاد ده السيف، وممكن يكون علم ودعوة ده برضه يعتبر خروج في سبيل الله، لكن أنت إما عالم تعلم الناس أو متعلم ماشي تتعلم أنت أو مساعد للعالم والمتعلم، لكن أنت مارد ما عندك معلومة بقوم بوقفوك بقول لك أتكلم في الدين. واحد قال الجماعة دي تلحوا لك كل ما يخش مسجد، قوم يقول لها مولانا عليك الله قوم كلم المسلمين دين عن قصة التوبة بتاعتك أنت، طوالي قوم يحكي لهم. طبعا دار يشكلوا رقبتهم هم إخواننا، والله أنا كنت عاصب وبتاع ذنوب وسكران وما عارف شنو، ونازل جزاهم الله خير ساقوني وجابوني في الدين والدعوة ما شاء الله نحن في سبيل الله. يمشي الجامعة الثاني وفلان يقول له قوم احكي للناس ذا قصتك، ثاني قوم احكي لهم انا كنت كده تعرف الزول ده تلحوا لك لحد ما في النهاية قام في جامع قال لهم يا ناس انا والله كنت بتاع ذنوب ومعاصي وكنت مستور عالم بي ربنا، باريت الجماعة ده فضحوني بالجوامع قدر ما امشي جامع يفضحوني، لانه لا هم عندهم معلومة يدعو بها الناس ولا ده عنده ولا عندهم منهج صحيح يدعو بها الناس. ولذلك انا احذرك ما تمشي تباريهم تقول لي يا اخي انا خارج في سبيل الله، ديل ما خارجين في سبيل الله، ديل خارجين في سبيل الشيطان، ما تطلع معهم.